كاميرا كان شيء بالنسبه لي انا فرحوا بها الناس، عجبتهم الناس، عجبتهم كاميرا كاش اللي دار العشابي ونجحت ليه. وخير دليل هي نسبة المشاهدة، ونسبة المشاهدة هي اللي كيبنى عليها الفن. إذا كانت نسبة أي قناة راه نسبة المشاهدة مزيانة، كانت مزيانة هذاك الحلقة اللي دوزت أنا خدمات مزيان، نسبة المشاهدة كانت عالية جدا. كيقولوا أن مفبركة وأنك أديتي الدور. إلا قلتي مفبركة راه أديت دوري مزيان، قلتي غير مفبركة صحيح هي كيعرفوا في حسابي كيقولوا تعديت على الفنانة، تعديت على راجل كبير، في الحالتين كاين القبول. وهذا هذاك انتقاد هو اللي خلق البز، هذيك هي الحلاوة. هي الحاجة اللي ما فيهاش انتقاد راه ما إذن ما يعيروش انتباه. إذن الناس تفرجت فيها عجبتهم. كنشوف شي فيديوهات كيحكم بأنك تاخذ 3000 درهم وأنت كتستاهل أكثر. دي أنا قلت هذيك القضية ديال 3000 درهم غير في حالة كنت في حالة كذا. الفنان ما خصوش يشوف الماديات بزاف. خصو يشوف أش عطى. أنا لو كان عملت فيلم ولا صيدكم ما غيعطينيش هذا البوز اللي خديته في الكاميرا كاش. أنا معنويا تخلصت بزاف معنويا، الناس حبوني، درت شي بمسرحية الغميضة، دابا درنا شي ستة العروض ولا سبعة ستة المدن المدينة اللي كنزل عليها الزوقة ها اللي قلب الطاملة ها تجي العز فيه السويرة أي مدينة أي مدينة يعني مزيان مزيان سيبو يعني لا ضافت لي الباكاج ديالي جا حاجة الدور أديتي مزيان وادي لا قلتي كنتي ناوي بالله راه فيها ردي خيفة أما إلا كنتي مقتنع غادي تقول حشومة علي شغلك هذاك ذوقك هذاك ما نخسروا لا أصحاب اليمين ولا أصحاب الشمال ديما المعارضة مزيانة تبارك الله عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم